لسه في أجواء مناظرة 92 فرج فودة ومحمد عمارة، النهاردة هنكون مع كلمات فرج فودة التي انطلقت كالرصاص. فرج فودة كان خصما شريف لغير شرفاء، ده محور حلقتنا النهاردة، وهنشوف ليه هم كانوا قاصدين يقتلوا فرج فودة وكانوا منزعجين جدا من كلامه. ده هيكون محور حلقتنا النهاردة، ونبدأ حلقتنا. السادة المشاهدين، أهلا بكم. نشوف فرج فودة قال إيه. وأنا دايما بقول إن فرج فودة كان خصما شريف وكان بيتحدث من مربع الإيمان. لما قتلوا فرج فودة جالهم في العصر الحالي ناس بتتكلم من خارج مربع الإيمان، يعني إذا كان بقى الأخ رشيد اللي كان مسلم وتنصر، أو إذا كان بقى حامد عبد الصمد أو غيره، مش عايز أقول أسماء يعني نعمل لهم دعاية، ولكن كثيرين جدا بيتكلموا من خارج مربع الإيمان وبيتكلموا كلام شديد القسوة. أعتقد إنهم خسروا خصما شريفا كان يتحدث من مربع الإيمان. نشوف فرج فودة كان بدأ حديثه إزاي، وطبعا لينك المناظرة موجود لازم تتابعوه. وهي موضوع مهم ليه؟ لأن هي دي الخناقة، الخناقة اللي ما خلصتش من سنة 28 لغاية دلوقتي. الدولة الدينية والدولة المدنية أو الدولة العلمانية، وزي ما قلت أنا من أنصار الدولة المدنية، ودي تحيزاتي وبحاول أن أدافع عن هذه التحيزات. فرج فودة كان كمان ثابت انفعاليا غير محمد خلف الله. طبعا ألترس الإخوان كان موجود، يعني قصدي الجماعة شباب الجماعة، وكانوا بيطلعوا رحلات من المحافظات. أنا فاكر في هذا التوقيت كنت لسه شاب متخرج من جامعة، وكانوا مجهزين باص يعني رحلة لمعرض الكتاب عشان يحضروا المناظرة الكبيرة بين بقى فرج فودة ومحمد عمارة ومأمون الهضيبي ومحمد الغزالي، معنى أصح منتخب الإسلاميين. عشان برضو تبقوا واضحين هم أهم ناس مين غير دول؟ القرضاوي. الغزالي هو أستاذ القرضاوي، والقرضاوي كان مركز اصلا في الفقه اكتر، الحلال والحرام وحاجات زي كده، انما لا، الغزالي كان بيقود معارك. محمد عماره كان بيتحدث عن نفسه ان هو صاحب مشروع فكري، طبعا ليه 200 كتاب، وخاض معارك مع العلمانيين وغيرهم. وطبعا كانت المناظره الثانيه كان حضر فيها سليم العوا اللي كانت في نقابه المهندسين في الايه، في الاسكندريه. انا قصدي الناس كانت بتطلع رحلات تحضر المناظره ما بين منتخب الاسلاميين وواحد زي فرج فودة. ما تقدرش تقول ان هو منتخب العلمانيين، ولكنهم كانوا الاشد قسوه. الراجل كان دكتور في الزراعه، ولكن هو كان قلمه قوي وحاد، وكانت مناظره انتهت بقتل فرج فودة للاسف الشديد. نشوف فرج فودة قال لهم ايه. ابتدأ حديثه بتوجيه كلمه الى الحاضرين بسبب كثره الهتاف والتأكيد. طبعا يعني الثبات الانفعالي بتاع فرج فودة كان هو الاهم، تابعوا المناظره جيدا. الهتاف ده ربما اثر على محمد خلف الله شويه، انت قدامك ناس جماهير بتهتف ضدك وبتتكلم بتعارض كلامك ومش بيخليك تكمل جمله، وهو كان ثابت انفعاليا وعارف بيقول ايه بالظبط، وبيوجهه بكل قوه وبكل حده للطرف الاخر اللي هو منتخب الاسلاميين، اقوى ناس مش في مصر، يعتبر في العالم الاسلامي في هذا التوقيت في المواجهات من هذا النوع. قال لك بقى ايه، خاصة المفكر قال لهم الفودة ان الهتاف بالتأييد او المعارضة تعبر عن عدم ثقة الحضور في من يمثلهم على المنصة، وانا لا اظن ذلك. ورغم ذلك فقد ظهر الهياج من القاعة على كلامه، ولم يكن يعني العبارات ما كانتش واضحه بالظبط هم كانوا بيقولوا ايه. يعني هو اول كلمه قال لهم انتم المفروض ليكم ناس على المنصه، ناس يعني مش هفأ، ناس مهمين جدا. قال لهم معنى ان انتوا تعرضوا وتوقفوا وتصيحوا كلام من ده، انتوا مش واثقين في الناس اللي ايه اللي على المنصه. برضه راحوا مهيجين ومهيصين وازاي تقول كده وحاجات زي كده. طبعا الميكروفون عند فرج فودة، فالكلام الحاضرين مش واضح، ولكن هو طبعا اكيد كان سامع، او الناس اللي كانت حاضره كانت سامعه الناس بتقول ايه، لان بقى كلمه من هنا وكلمه من هنا وزعيق ودوشه، يعني قصدي حتى مش مخليهم يكمل جمله. ده اول جمله بيقولها، قال لهم يا جماعه بلاش صياح وبلاش هتاف، في ناس بتمسكوا على المنصه، المناظرات نظامها كده، الحضور يستمعوا وخلاص، مش يأيد بقى ويدافع لا مش كده، ويعارض ويقف. كمل فرج فودة، ما هموش بقى الصياح والهيجان والكلام ده كله. قال انه لا خلاف على الاسلام الدين، كلامته كانت يعني كان بصراحه كان قلمه قوي جدا وواضح جدا وسهل، وده اللي كان عامل لهم ازعاج. بعض العلمانيين كانوا بيتكلموا كلام اكاديمي، كلام صعب يفهمه المواطن البسيط. مشكلة فرج فودة بالنسبة لهم ان هو كان بيتكلم بكلام يفهمه رجل الشارع البسيط، وليس كلام اكاديمي معقد. قال ايه، لا خلاف على الاسلام الدين، ولكن المحاضرة اليوم عن الدولة الدينية في الاسلام، عن الاسلام الدولة،
وهناك فرق كبير جدا بين الإسلام الدين والإسلام الدولة. فعند الحديث عن الإسلام الدولة هناك رؤية، هناك فقه. الإسلام والدين في أعلى عليين، أما الدولة فهي كيان اقتصادي، كيان سياسي، كيان اجتماعي يلزمه برنامج تفصيلي يحدد أسلوب الحكم. دايما أنا بقول وكرر في فيديوهاتي إن إحنا مش خناقتنا أو مشكلتنا مع الصلاة أو مع الصوم أو مع الزكاة أو مع الحج أو مع أركان الإسلام، إنما إدارة الدولة شديدة التعقيد والأمور فيها غير تفصيلية، وحتى الأمور التفصيلية غير ملزمة. ده الكلام اللي إيه اللي هو محور كل اللي إيه اللي هنتكلمه في الفيديوهات السابقة واللاحقة، هو ده محور المشكلة، إن إحنا عايزين نقنع الناس سواء جمهورنا اللي مقتنع بينا او الجمهور الاخر اللي بيشترك معانا، المفروض يشترك اشتباك يعني اشتباك يعني حضاري، الراي والراي الاخر ونسيء لبعضنا البعض، وبنحاول نقول وجهه نظرنا وفكرتنا. بيقول بقى فرق فوده ان من ينادون بالدوله الدينيه لم يقدموا برنامجا تفصيليا للحكم واداره الدوله، ولا اقول هذا من عندي، ففي مجله لواء الاسلام 7 فبراير 87 بيجيب من كلامهم: سئل الاستاذ مأمون الهضيبي: أنتم متهمون بأنكم لا تقدمون برنامجا تفصيليا للحكم، ولكن تكتفون بالحديث عن مبادئ عامة دون أمور تفصيلية. وكان إجابة الأستاذ مأمون الهضيبي، خلي بالكم في 87 كان في مجلس الشعب، مأمون الهضيبي كان رئيس الكتلة بتاعت الإخوان في مجلس الشعب اللي هي كانت 37 عضو في هذا التوقيت. سئل الأستاذ مأمون الهضيبي، يعني معاه حصانة، أنا قصدي إن كان معاه حصانة وكان هو راجل قانون وكان قاعد في السعودية فترة طويلة جدا مستشار، فكان عنده فرصة طويلة جدا مش ملاحق أمنيا يقدر يحط مشروع، ولكن لأن مفيش مشروع مفيش تفاصيل، التفاصيل في النهاية هتودينا للفقه هتودينا للآراء، وده اللي هنحاول إيه نقشه في الحلقات اللاحقة. أنتم متهمون بأنكم لا تقدمون برنامجا تفصيليا للحكم، ولكن تكتفون بالحديث عن مبادئ عامة دون أمور تفصيلية. وكان إجابة الأستاذ مأمون الهضيبي بأن قال: أنا أطالب الناس الذين يطالبون الإخوان ببرامج تفصيلية أن يطلبوا من السلطة أن تكف يدها عن الدعاء إلى الإسلام حتى يتاح المناخ لعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لذلك، وكذلك الابتكارات. وباقي الدعاء إلى الدولة الدينية لم يخرجوا عن ذلك. فرق فوده بيكمل إن بيقول باقي الدعاء إلى الدولة الدينية لم يخرجوا عن ذلك، نفس الكلام اللي قاله مأمون الهضيبي: أنتوا مش عاطيننا فرصة وإحنا ملحقين أمنيا، سيبونا الفرصة وإحنا نطلع تفاصيل. المفروض لو هو في منهج رباني واضح تفصيلي مش محتاجين فرصة، آدي القرآن يا جماعة وآدي التفاصيل ونفذوا التفاصيل وخلاص، ولكن لأنه هو مفيش تفاصيل وكلام مجمل وكلام مبادئ وبعض التفاصيل صعب تطبيقها في العصر الحاضر، فبيبقوا هم في إيه في مأزق. ولما وصل الإخوان للحكم في 2012 برلمان وشورى ورئاسة وعملوا حاجة اسمها مشروع النهضة، جه بعد كده خيرت الشاطر قال لك دي كانت مجرد أفكار إنما إيه مش كلها سهلة التطبيق أو إيه قابلة للتنفيذ، بعد ما قالوا مشروع النهضة الكبير وكان بقى خناقة كبيرة في هذا التوقيت. المهم قال لك: وباقي الدعاء إلى الدولة الدينية لم يخرجوا عن ذلك، وقال: نحن لا نتحدث عن وهم ولا عن حلم، ولكن نتحدث عن تجربة. وقال أن الدكتور محمد عمارة قال أننا حكمنا 13 قرنا، بيعلق على كلام عمارة، أننا حكمنا 13 قرنا تحت ظل الشريعة الإسلامية. والدكتور محمد الغزالي قال في جريدة الوفد 2 فبراير 89 صفحة 9، ده بيقول لهم فرق فوده الحجة بقى: دولة الخلافة الراشدة قامت على خلافة صحيحة، أما باقي الدول فقد فقدت صفة الرشد، لأن صاحب السلطة فيها يستطيع أن يفتأت على الشعب، ولم تكن الشورى فيها صحيحة. الدولة الأموية أقل من 2 من الرشد في عهد عمر بن عبد العزيز، والدولة العباسية 9 أشهر الخليفة المهتدي العباسي. يعني بيجيب من كلام الغزالي نفسه وبيقول لهم إنه قال لو على مستوى التجربة، بيحط نقط على مستوى التجربة، أنتوا بتقولوا الراشدة وعمر بن عبد العزيز والباقي كله فقد الرشد. ومحمد عمار هنجيب له كلام ليه هو نفسه ازاي ما بيعتبرش الخلافة العثمانية انها خلافة، وبيتكلم عن يعني النقط السوداء في تاريخ الخلافة الإسلامية وعدد منها نقط مشاكل كبيرة جدا. مصر استبداد كله سواء دولة أموية عباسية عثمانية كله كان استبداد في استبداد. تقول بقى ان هو كان واقع العصر، ما عنديش مشكلة ان هو كان زي الإمبراطورية الرومية والفارسية، ما عنديش مشكلة، انما تقول ده الدين، هي دي المشكلة، هي دي مشكلة انك انت عايز تقنعني ان العثمانية والاموية والعباسية هي ده الدين،
وان احنا بنمشي على اطار الدين وان احنا كنا 13 قرن زي الفل، ولما سيدنا قال الخلافه بقينا وحشين وكخه. لا يعني الموضوع مش كده خالص، هي دي المشكله. المشكله تعتبر ان ده سياسه وانه كملين بالاخطاء، تقول بقى زي الفارسيه والرومانيه خلاص بقت امبراطوريه زي كل الامبراطوريات، بتغزو وبتستبيح الاعراض وبتستبيح الاموال، قول بقى زي هم كانوا زي بقيه الايه الامبراطوريات، انما تديها يعني صوره بيضاء ناصعه على خلاف الواقع، هي دي مشكلتنا مع التيار المتطرف. حجتنا الثانيه يعني هو بيقول حجتنا الاولى التجربه، حجتنا الثانيه التاريخ، الحجه التاريخ. 1% منهم يناصر الدوله الدينيه والباقي يناصر الدوله المدنيه. على مدار التاريخ كان كله استبداد، وان 1% بس هو اللي كان فيه رشد زي ما بيدعوا او زي ما بيقولوا زكاة الراشدة، اللي هي بنتكلم عن 34 سنة، لا 35 24 سنة من 11 هجريا ل 35 هجريا. طبعا فترة حتى علي بن ابي طالب كانت فترة مليئة بالمشاكل والحروب والنزاعات، ف 24 سنة وسنتين عمر بن عبد العزيز، ده الرشد، والباقي كله عد بقى 1400 و 24. انت بتتكلم عن حاجه ايه طفيفه جدا من التاريخ، حجه التاريخ. الحجه الثالثه هي حجه الواقع، يعني في حجه تاريخ وفي حجه ايه واقع. بجوارنا دول تطبق ذلك، اعطونا نموذجا. هل دوله الجزيره العربيه، طبعا السعوديه اللي كانت بتطبق الحسبه، هي النموذج؟ هل دوله الخميني في ايران؟ هل دوله النميري في السودان؟ اعطونا النموذج، هاتوا لنا نموذج ناجح. طبعا كلهم كانوا بيدعوا ان دي نماذج فاشله وان التجربه الناجحه كانت هتبقى تجربه مصر، لان هي الاخوان المركز والاخوان التاريخ والاخوان الارشاد والمرشد. خدنا تجربه الاخوان المركز واخوان مصر في 2012، نفس المشكله، مفيش تفاصيل، وسابوا الامور زي ما هي عليه، عطوا لامريكا كل الضمانات تجاه اسرائيل وتجاه المراه وتجاه المسيحيين والمواطنه، لعبوا نفس اللعب السياسي اللي بتلعبه كل الانظمه في كل وقت، وما كانش فيه فرق. ربما ان هو كان المشكله ان هم كانوا بيدعوا انهم ربانيين وانهم مدعومين من الله، ودي كانت المشكله الكبيره في حكم الاخوان. لو هم حكموا واعترفوا انهم بشر وانهم بيحكموا باسم انفسهم مش بيحكموا باسم ربنا، ويسيبوا الوضع على ما هو عليه. ما هو المشكلة ان هو الادعاء انك بتحكم باسم ربنا. الحاجات الاخرى زي ما قال عمارة، زي الليبرالية والاشتراكية، ما حدش بيفهم كان بيدعى ان هو بيحكم باسم ربنا. في النهاية ده صراع انساني بشري، يروح بقى مطرح ما يروح، بس في النهاية هو بشري. بيكمل فرج فوده، وقد قال شيخنا الجليل محمد الغزالي، على فكره كان بيدقق كلماته، كان بيبجل الشيخ الغزالي وكان بيبجل محمد عماره، وما خرجش منه لفظ يسيء الى هؤلاء الاشخاص اللي موجودين على المنصه اللي هم كفروه لاحقا واردوه قتيلا. انا اعتقد القتل الحقيقيين من افتوا القتل مش من نفس. قال شيخنا الجليل محمد الغزالي في جريده صباح الخير بتاريخ 13 ابريل 89 بالتواريخ، جايب لهم بالتواريخ مذاكر، فرج فوده رايح مذاكر، وده اللي احرجهم، ده اللي احرجهم، ده المنتخب، انت بتلاعب منتخب الاسلاميين، ازاي تحطهم في هذا المأزق؟ 13 ابريل قال الغزالي: الاسلاميون منشغلون بتغيير الحكم، اما الوصول الى الحكم دون ان يعدوا انفسهم لذلك، ونحن نطالبهم ان يعدوا انفسهم لذلك، وهذا يكون ببرامج تفصيليه، ده الاكتفاء بالشعارات الرنانه. يعني هو بيقول له الغزالي نفسه بيقول يا جماعه هاتوا لنا برامج تفصيليه، كفايه بقى تقولوا الاسلام هو الحل ومش عارف الشريعه الاسلاميه وتطبيق حكم الله والاحكام الوضعيه والكلام ده كله. طب يا عم هات الاحكام الالهيه اللي انت بتتكلم عنها. يعني الغزالي نفسه كشيخ كبير عارف ان مفيش برامج تفصيليه، قال لهم يا جماعه اقعدوا حطوا برامج، حطوا برامج الناس تحتكم اليها وتتناقش اليها. وانا بطالب الناس ترجع لفيديوهاتي لما اتكلمت عن البنا وعايز يوحد اللبس ويوحد الزي، او عن علي جريشه ازاي عايز يعمل دستور اسلامي، وقلت كل الكلام ده، والقضاء الشرعي في الاسلام بتاع عبد القادر عوده، لما راحوا البرامج التفصيليه راحوا لحاجات يعني سيئه للغايه لا تستطيع ان تتحملها اي دوله، اللي هو بيدعوا ان هو حكم الايه؟ الله. رجعوا للدستور الاسلامي بتاع علي جريشه ورجعوا للفيديوهات السابقه. قال لك ايه بقى؟ قال الغزالي قال في صباح الخير ان هاتوا برامج تفصيليه، قال الاسلاميين، غزالي بيوجه كلامه للاسلاميين بيقول لهم هاتوا برامج تفصيليه للاكتفاء بالشعارات الرنانه، اتهمهم انهم بتوع شعارات. الحجه الرابعه ما نراه من البدايات تفجير المحلات، السرقه، السطو، الفتن في ربوع البلاد باسم الدين، فاذا كانت هذه هي البدايات فبئس الخواتيم. ماذا سيحدث عندما نخوض في اللجج؟ في الاقتصاد،
فنحن نرى شركات توظيف الأموال أو الإسلام، توظيف الإسلام، وما يقال عنها البنوك الإسلامية التي تستثمر أموالها في بنوك الغرب الربوية، ثم يأتي أحدهم ليمتنع عن أخذ الفوائد حتى توزع على أسرياء الغرب. الحجة الخامسة طبعا موضوع يعني أحد الأسباب اللي خلى عملت عداء مع فرج فودة هو موضوع توظيف الأموال، لأن مش عايز نتكلم كان في حاجة اسمها كشوف البركة، كان فيها سياسيين وشيوخ بياخدوا من هذه الشركات ما يسمى كشوف البركة أظرف شهرية عشان يستمروا في تحريم البنوك الربوية ومش عارف ايه الربوية، عشان الناس تروح لتوظيف الأموال زي ما قلنا في فيديو السابق موضوع فتاوى الربا. فكان في كشوف بركة ياخد فيها شيوخ وياخد فيها رجال سياسة، وده برضو أحد الحاجات اللي أضرتهم، لأنه كتب حاجة اسمها المؤامرة بس عن توظيف الأموال. قال لك ليمتنع عن اخذ الفوائد حتى توزع على اسرياء الغرب. اصل حتى البنوك الاسلاميه، مش عايز اتكلم على اسماء بنوك، بس دايما البنك زي ما قلت لحضراتكم لو هو حصل عنده فوائد ما ينفعش يسيبها، يا اما هيسلفها للدوله او هيديها للبنك المركزي يوظفها، لان بقاء الاموال عنده هي خساره ليه، لانه في النهايه هو بيدي فوائد للمودعين لدى البنك وعايز يقرض هذه الاموال بفوائد اكتر حتى يستطيع ان هو يجيب مصاريفه سواء الاداريه او الاصول الثابته او غيره. فلو عنده فوائد مالية هي خسارة البنك لا محالة، فبيضطر ان هو يديها لأي بنك آخر أو يديها البنك المركزي اللي هي بنوك ربوية، هو في النهاية اسمه بنك إسلامي، أو قال لك حتى بيحطوها في بنوك غربية، لو عسل عنده فوائد ممكن يحطوها في بنوك غربية حتى ياخد عوائدها. قال لك إيه بقى؟ التي تستثمر أموالها في الغرب، ثم يأتي أحدهم ليمتنع عن أخذ الفوائد حتى توزع على أثرياء الغرب. الحجة الخامسة هي هذه المناظرة، فهي من نتاج الدولة المدنية، لقد سمحت لكم أن تعبروا عن آرائكم بكل حرية وتخرجون منها ورؤوسكم على أعناقكم. مش عايز نقول لك بقى الهياج اللي في القاعة، ارجعوا للمناظرة، وهو بيقول إن إحنا إن وجودكم على المنصة بتتكلموا هذا الكلام المتطرف قصده يعني، ده من فوائد الدولة المدنية اللي هي سايباكوا على المنصة تقولوا هذا الكلام الهراء وما تملكوش حاجة. فعايز يقول ده من فوائد الدوله المدنيه، تستطيع انك تقول بشكل او باخر ان مصر في ظل سواء يعني نظام حكم مبارك ما كانتش دوله دينيه، هي طبعا ما كانتش مدنيه بالمعنى الكامل، ولكن في النهايه هو كلمه مبادئ الشريعه او المصدر الرئيسي للتشريع او مصدر رئيسي مصادر التشريع هي كلمه مطاطه وعامه، والامور كانت ماشيه زي ما هي، في اثار وفي سياحه شاطئيه وفي فنادق فيها خمور، فالدنيا كانت يعني ما بتدورش بالايه بما يسمى الشريعه الاسلاميه اللي بتطبق في السودان او في السعوديه، ما فيش حزبه، ما فيش موضوع بقى الناس تخش المسجد بالخرزانه، الكلام ده ما كانش موجود. فبشكل او باخر مصر كانت تعتبر دوله مدنيه، فقال لهم ده فوائد الدوله المدنيه انه يعني انتوا عاملين نص جنب تتكلموا عادي، سيبكم تتكلموا الدوله وتقولوا كلام متطرف وكلام ايه مليء بالعنف، ده يعني مش كانوا بس على المنصه، ده كانوا في مجلس الشعب، موجودين في مجلس الشعب عدد كبير جدا. قال لك ايه بقى؟ طبعا القاعه هاجت وازاي تتكلم كلام ده، يعني عايزين نقول ده انت اللي ايه مش هتخرج راسك على رقبتك. وهو فعلا بعد كده قتلوه وقال لهم تخرجون منها ورؤوسكم على اعناقكم، دي من فوائد الدوله المدنيه، هو بيقول لهم، وكان كلامه قاسي وحاد طبعا، وطبعا القاع هاجس زي ما قلنا الالتراس بتاع الاخوان. طب مش مكمل، كان زي ما قلت لك الثبات الانفعالي هو اللي كان بيضايقهم جدا، مش هنقول لك هاج القاع كان عامل ازاي وفرج فوده قمه الثبات الانفعالي، كمل. قال لك ان الاسلام عزيز وكريم، فهناك مؤتمر في مكه جعل صدام حسين في اسفل سافلين باسم الاسلام، ومؤتمر اخر في بغداد جعل صدام حسين في اعلى عليين باسم الاسلام، وهنا في مصر هناك منكم من ارتفع بالسادات في اعلى عليين واشادوا بالسلام باسم الاسلام، وهناك منكم من قتله باسم الاسلام، الاسلام اعز واكرم. طبعا بيتكلم عن السادات ان انتوا طلعتوا بيه السماء، وفي حته مهمه جدا هنقولها عن معركه الشعراوي مع الشيوخ بسبب نفاقه للسادات، الحته اللي بيقول عليها دي. فالشيوخ في كل عصر وكل اوان زي ما قلنا دايما مع السلطه وبيميلوا الى السلطه قدر الامكان، حتى البخاري ومش هقول هيبقى احمد بن حنبل في السجن وهو يبقى بره السجن بيتكلم براحته، هو دي مش كده برضه، الامور كان فيها سياسه والسلطه وسلطه السيف او سيف المعز هو اهم شيء. طبعا سيف المعز وذهب، يعني في ذهب وفي سيف، تاخد الذهب ولا تضرب بالسيف، فيعني الا ما رحم ربك ان هم ايه. حتى الكلام اللي بيقولوه عن
العز لعز عبد السلام، وان هو بقى مش عارف وقف المماليك، مش صحيح. ده هو اعطى المماليك فرصه ذهبيه، قال لهم طبعا هم كمماليك ما ينفعش يحكموا، عبيد المفروض ان هم عبيد، قال لهم اشتروا نفسكم. يا سلام، اصل المماليك هم اللي كانوا بيلموا الضرائب والايتاوات من الناس كلها في مصر. ايه يشتري نفسه يعني ب 1000 دينار ولا ب 2000 دينار ولا ب 2000 درهم؟ ده هم الاموال كلها عندهم. ده هو اعطاهم حجه ليحكموا باسم انهم يدفعوا شويه فلوس. ده العز بن عبد السلام. يعني برضه في النهايه العز ابن عبد السلام الناس بتفتخر بيه، لا، ده عطى الملك لقطز وبيبرس على طبق من ذهب، مش طبق من فضه. اشتروا نفسكم. يعني هدفع 1000 درهم لمين؟ للدوله. اللي هي مين الدوله؟ اللي هي هو. الدولة وبيت مال المسلمين اللي هو نفسه، اذا كان بيبرس او قطز او المماليك بشكل عام، يعني على بيت الكبير وغير. المهم يعني اعطاهم الحرية والملك على طبق من ذهب، العز ابن عبد السلام. ده نهاية كلام فرج فودة، وهنرجع بعد كده لتعقيبات الشيخ الغزالي ونشوفه بدأ الانفعال وبدأ التوتر. كلمات فودة كانت قوية وحجته نافذة، واتكلم بالنقط، حجة أولى وحجة تانية وحجة تالتة وحجة رابعة وحجة خامسة، والكلام في منتهى القوة، أفحم ربما المتناظرين معه. وزي ما قلت لم يكونوا خصوما شرفاء، ولكنهم أخرجوا فتاوي بالتكفير، زي ما قال مزروعة أنه أفتى للقتل نفسهم بالقتل، قالوا لهم المرتد يقتل، وإذا الدولة ما قتلتهوش من حق أحد الناس أن هم ينفذوا الحكم الإلهي. ده كان في 6 يوليو قبل ما يتقتل بيومين. شكرا جزيلا، ونكمل حلقات لاحقا.